أهلا بكم مشاهدينا الكرام في صدى أقلام جديد، نرصد فيه أبرز ما كتبت الصحف العراقية والعربية والدولية، ونبدأ بعد الفاصل. حول تشريع قانون جرائم المعلوماتية، يقول الكاتب فؤاد الكنجي: يبدو قانون الجرائم المعلوماتية المقدم لتشريعه في البرلمان العراقي هدفه الأساسي هو قمع المعارضين الذين يتظاهرون ويحتجون على الأوضاع القائمة في البلد عبر تجريم كل أنشطتهم الشرعية، والتي تشمل المشاركة في تواصل المعلومات والتواصل مع الآخرين، وليس كما صور القانون بأنه شرع من أجل حماية المواطن من الاستغلال والتصنت والابتزاز وسرقة معلومات شخصية. لذلك فإن تشريع هذا القانون في الوقت الذي أصبح فيه استخدام الإنترنت ووسائل الإعلام الاجتماعية من قبل الصحفيين والنشطاء المدنيين ونشطاء الحق وحقوق الإنسان هاماً في نقل الخبر وحق التجمع والتظاهر السلمي، تشريع هذا القانون يعتبر تهديداً جسيماً لوسائل الإعلام وخاصة المستقلة منها، لأن قانون جرائم المعلوماتية يعد قيداً من القيود على الحريات الإنسانية في العراق. إذا ما أقر القانون فإن كل المؤشرات على أرض الواقع في العراق توحي بأنه سيزج بالمئات من المواطنين في أقل تقدير في السجون على خلفية قضايا تتعلق بحرية التعبير عن الرأي، وربما يكون هذا القانون أداة سلطوية لقمع الحريات وليس لمواجهة الجرائم الإلكترونية، لأن الغاية الرئيسة من إعادة المشروع إلى الواجهة مجدداً وفي هذه المرحلة تحديداً هي إسكات المعارضين للنظام السياسي في العراق. تشريع القانون يأتي في ظل عدم استقرار الأوضاع السياسية في العراق وسيطرة أحزاب وميليشيات مسلحة على مقدرات الدولة، فإن تشريع مثل هكذا قوانين لا محالة يتعارض مع القانون الدولي والدستور العراقي، وإذا تم تطبيقه فسوف يشكل تحجيم حق العراقيين في حرية التعبير والرأي، لأن الساسة وأصحاب السلطة في الدولة سيمنعون وبكل الوسائل المشروعة والغير المشروعة أي انتقاد يصدر من قبل المتظاهرين السلميين والمحتجين أو من قبل الصحفيين والإعلاميين الذين ينددون بالأوضاع القائمة من تفشي الفساد وانتشار جرائم القتل والخطف بحق الناشطين والصحفيين. إلى صحيفة البصائر العراقية ومقال الكاتب إياد العناز تحت عنوان: في مؤشر مخاطر الرشوة العراق في مؤشر مخاطر الرشوة العالمي لعام 2022. يقول كاتب: لا يمكن بناء المجتمع الإنساني الراقي إلا عبر العديد من المفاهيم الروحية والقيم الاجتماعية والأفكار الرائدة التي تعزز مكانة المواطن وتبني فيه روح العطاء والإبداع والانتماء الحقيقي الرصين لبلده والعمل ضمن إطار وروح التعاون بين جميع أبناء المجتمع، بعيداً عن أي سلوك شائن وتصرف مريب يسيء إلى تاريخ وحضارة البلاد وطبيعة العلاقات القائمة بين أبناء البلد الواحد. ولكن إذا نظرنا بعين الباحث وبقراءة المتابع لما آلت إليه نتائج الاحتلال الأمريكي للعراق في 9 نيسان عام 2003 وما وصل إليه المجتمع من ارتدادات فكرية باتباع أساليب تتنافى وطبيعة القيم التربوية التي تربى عليها أبناء الشعب العراقي. عند اطلاعنا على مؤشر مخاطر الرشوة العالمية لسنة 2022 والصادر عن منظمة العالمية المتخصصة في رصد ومكافحة الفساد بشتى أشكاله في مجالات المال والأعمال، نرى أن العراق قد احتل المرتبة 163 عالمياً من بين 192 دولة، واحتل المرتبة 12 عربياً ضمن مقاسات تتعلق بمخاطر الرشوة وتتضمن 4 مجالات هي التفاعلات التجارية مع الحكومة وكيفية مكافحة الرشوة وشفافية الحكومة والخدمة المدنية والقدرة على مراقبة المجتمع المدني بما في ذلك وسائل الإعلام المختلفة، وهي مجالات تتحقق فيها الأدوات التي من الممكن أن
تظهر فيها عوامل تساعد على تمدد ظاهرة الرشوة وارتفاع نسبتها بعدم وجود مراقبة ذاتية أو حكومية إشرافية عبر منظومات تهتم بمتابعة الرشوة والقضاء عليها ومحاسبة المرتشين وإحالتهم إلى القضاء العادل، وتبقى القدرة الكامنة للرقابة الشعبية ووسائل الإعلام بكافة أدواتها تفضح وتعري هؤلاء الفاسدين وتكشف شركاتهم وعلاقاتهم ونواياهم الدنيئة تجاه أبناء بلدهم. يقول الكاتب عبد الرزاق محمد الدليمي: قد ينخدع بعضهم من عمليات الاستعراض التي يقوم بها جماعات الإطار ذيول إيران، ذيول طهران، منهم بعض المسرحيات الساذجة كي يضحكوا على الشعب العراقي بالادعاء أنهم يعملون لمصلحته، وهم أكثر الناس عداء للعراقيين ووطنهم. لا أدري كيف يمكن لأشخاص عملاء لحد النخاع متهمين بالفساد والإفساد إلى درجة القرف منهم ومن تاريخهم الأسود الدموي أن يقنعوا طفلا عراقيا بأنهم شرفاء. ويضيف الكاتب: مهما ازداد نعيق ذيولهم من الذين يصدعون رؤوس العراقيين في القنوات الفضائية بتلميع صور العملاء ويبررون جرائمهم المشينة بحق شعبنا وسرقاتهم وعمالتهم، ووزارة خارجية حكومة الاحتلال تصدر جوازات حمراء بالآلاف ليس للعلماء والفنانين والأساتذة والرياضيين وعلية القوم، بل للمونسات والقوادين و فهل بقيت هناك جرائم لم ترتكبوها بعد بحق العراق وأهله وسمعته وتاريخه؟ يتصور بعض الواهمين السذج أن حكام أمريكا أخفقوا في العراق، وأن الكوارث والجرائم التي ارتكبها الاحتلال كانت غير مقصودة. الحقيقة كل الحقيقة أن كل الجرائم التي ارتكبت ضد العراق وشعبه بالتوافق والتنسيق والتخادم بين أمريكا وبريطانيا وملال طهران وبدفع صهيوني تمت نتيجة لخطط ودراسات وضعت مسبقاً من مراكز ومعاهد متخصصة، وأن الاحتلال بأطرافه الثلاثة قد نجح بتنفيذ مخططاته، وساهم الحلم الصهيوني في تدمير العراق وإيجاد نظام هزيل هجين ينسجم والرؤية الأمريكية الصهيونية. المؤامرات ضد العراق وشعبه وهويته تتوالى الواحدة تلو الأخرى باستمرار، ومصدرها عملاء نظام الملالي. ولا ندري هل العراق بنفوسه 40 مليون نسمة حسبما تؤكد إحصائياتهم بحاجة لملايين أخرى من جنسيات وخلفيات ما أنزل الله بها من سلطان علينا، فهل استطاعت أحزاب السلطة أن توفر الحدود الدنيا لمتطلبات الحياة الإنسانية البسيطة كي تأتي بأعباء بشرية أخرى هدفها كما هو واضح تغيير الواقع الديموغرافي السكاني إلى هويات غريبة لا علاقة لها بالعراق وشعبه؟ إلى صحيفة الأيام الفلسطينية ومقال للكاتب محمد ياغي يقول فيه: عندما تم توقيع اتفاقات إبراهيم للسلام بين بعض الدول العربية وإسرائيل، سألني دبلوماسي غربي عن معنى ذلك للقضية الفلسطينية، وأجبته بأن ما جرى هو عملية نقل للتنسيق بين أطراف في النظام العربي الرسمي وإسرائيل من الخفاء إلى العلن، وأن هذه المسألة لا تأثير لها على الصراع بين الفلسطينيين وإسرائيل. وأضفت بأن الفلسطينيين والشعوب العربية تدرك بأن النظام العربي الرسمي متحالف سراً مع إسرائيل، وأن نقل هذا التحالف للعلن له حسابات خاصة لهذا النظام ولا علاقة له بالقضية الفلسطينية. وأضفت أيضاً بأن الفلسطينيين يميزون بشكل لا لبس فيه بين الشعوب العربية التي تدعمهم وبين أجزاء النظام العربي الرسمي المتحالف تاريخياً مع إسرائيل. تأتي أهمية المونديال العالمي لكرة القدم في دولة قطر لأنه يشكل استطلاعاً مباشراً للرأي العام في العالم العربي،
عندما تهتف الجماهير العربية لفلسطين في ملاعب كرة القدم، عندما يرفض الجمهور العربي الحديث مع الإعلام الإسرائيلي، عندما يهاجمون دولة الاحتلال إذا تحدثوا مع إعلامه، عندما يقفز فتى تونسي لم يتجاوز عمره 20 إلى أرض الملعب حاملاً العلم الفلسطيني، وعندما يرفع فريق المغرب علم فلسطين بعد فوزه على الفريق الإسباني. هذا كله يؤكد بأن القضية الفلسطينية ما زالت تحتل مكانة متقدمة جداً في وجدان الشعوب العربية، وأن إسرائيل كدولة احتلال لا أمل لها بالتطبيع مع هذه الشعوب قبل أن تنسحب من الأراضي الفلسطينية والعربية التي تحتلها. ونقرأ تقريراً لصحيفة أوبزيرفر تحت عنوان الفلسطينيون في رام الله هتفوا وغنوا للمغرب وكأنه منتخبهم. اجتمع فلسطينيون من كل الأطياف في مطعم لمتابعة أول منتخب عربي يتأهل لربع نهائي المونديال. ورويداً رويداً أصبح المزاج صاخباً مع ظهور علامات التعب على البرتغال التي كافحت السيطرة على مسار المباراة. وانفجر الحضور بالفرح عندما سجل المغرب هدفه الأول قبل نهاية الشوط الأول من المباراة. وفي مباريات اتسمت بالمفاجآت، قدم المنتخب المغربي الذي كان يعد طرفاً ضعيفاً وسط منتخبات عملاقة أكبر المفاجآت بهزيمة المنتخب البرتغالي ونجمه كريستيانو رونالدو الذي يعتبر المونديال الحالي آخر مونديال قبل تقاعده. وخرج رونالدو من الملعب بعد نهاية المباراة باكياً. وأضافت الصحيفة أن حماسة المغاربة للقضية الفلسطينية كانت مثيرة للدهشة، ذلك أن بلادهم إلى جانب الإمارات والبحرين والسودان وقعت اتفاقيات تطبيع مع إسرائيل عام 2020. لم ينظر للإنجاز المغربي التاريخي كنجاح وطني وإفريقي وعربي، بل دفعة لفلسطين. وعلى خلاف المباريات الأخرى، رفع الفريق المغربي الذي وقف لصورة جماعية العلم الفلسطيني، حيث أكدوا فيه مرة أخرى على أهمية القضية الفلسطينية في مناسبة راقبها كل العالم. وعندما أطلق الحكم الأرجنتيني صافرة النهاية، رقص الفلسطينيون الذين تجمعوا في ساحة ياسر عرفات برام الله ووزعوا الحلويات، وأطلقت السيارات أصوات صفاراتها، وأطلقت المسدسات رصاصات الاحتفال إضافة للألعاب النارية. وتكرر المشهد في المدن والبلدات في كل أنحاء الضفة الغربية وقطاع غزة. وأكد المونديال على صعوبة فصل السياسة عن الرياضة، مع أن الفيفا منعت اليافطات والأعلام التي تحمل إهانة سياسية وعنصرية في الملاعب. لكن في كل أنحاء الدوحة انتشرت الأعلام واليافطات وشارات اليد والكوفية الفلسطينية التي ارتداها الزعيم التاريخي ياسر عرفات. من الأرض المباركة التي تعج بالأحداث والقضايا، من شعبها المتوشح بالعزيمة والإصرار، من شهدائها وأسراها وجرحاها، من قدسها وأقصاها الراسخين في وجدان الأمة. نأتيكم في برنامج من فلسطين، عينكم على الأرض المحتلة. للكاريكاتير أسلوبه الخاص في نقد الواقع فتابعه.
أهلا بكم من جديد. تمكنت الطفلة السورية مايا المري من تحقيق حلمها بالحصول على ساقين اصطناعيتين لإسطنبول. وبحسب بيان جمعية الأطباء الدوليين، الطفلة مري 12 عاماً استطاعت الحصول على ساقين نظراً لولادتها من دونهما. ورغم حالة المري الطبية وعيشها في مخيم اللاجئين بمنطقة كفر لوسين بمحافظة إدلب، فإن البسمة لا تفارق محياها. وأورد البيان كلمات للطفلة مري قائلة: إن لم أتمكن من الركض مثل أصدقائي، على الأقل سأمشي. نشرت صحيفة القدس العربي صوراً يظهر فيها إعلان إدارة الطيران والفضاء الأمريكي ناسا هبوط كبسولتها الفضائية أوريون في المحيط الهادي قبالة ساحل المكسيك بعد قيامها بمهمة أرتميس غير المأهولة إلى القمر. وتعد هذه المهمة التجريبية خطوة مهمة نحو عودة الإنسان إلى سطح القمر. والآن أدعوكم لمتابعة هذا الفيديو الذي اخترناه لكم من مواقع الصحف. عوامل أمنية وجيوسياسية وطبيعية، أحداث دولية وأحياناً إقليمية، حجم الطلب ومعدلات الإنتاج يمكنها أن تؤثر على أسعار النفط ارتفاعاً أو هبوطاً. فكيف تتحرك سوق الأسعار؟ تعافي ومخاوف. ما إن تعافت أسعار النفط العالمية بعد هبوط حاد ألم بها طيلة عامين من جراء جائحة كوفيد-19، حتى عاد شبح تذبذب الأسعار، عودة تأثرت بالنقاش على فرض سقف سعري للنفط الروسي، وتزامنت مع مخاوف من سياسة صفر كوفيد وتظاهرات الصين، لأن اضطرابات السوق الصينية تؤثر كثيراً على الأسواق العالمية المالية التي منها والنفطية، بحسب الرئيس التنفيذي لسي ماركتس. كيف يتحرك النفط؟ تؤثر ضغوط أوبك وأوبك بلاس على الدول المنتجة على أسعار النفط بداية، كذلك الأزمة السياسية والكوارث الطبيعية والحروب والنزاعات، ولا سيما بين الدول المنتجة، إضافة إلى تهديد المضائق والممرات البحرية وطرق الملاحة، فضلاً على اللجوء للطاقة البديلة وتقلبات العرض والطلب حول العالم، كلها عوامل تلعب دوراً قوياً بتقلبات أسعار النفط. النفط والدولار والذهب. تتميز العلاقة بين الذهبين الأسود والأصفر أو النفط والذهب بأنها علاقة متوازية، فكلما زادت أسعار أحدهما زادت أسعار الآخر، وكذلك على النقيض تماماً من العلاقة بين النفط والدولار، فكلما زادت أسعار أحدهما انخفض الآخر. وبرغم ذلك، فإن صعود أسهم مؤشرات تداول الذهب عالمياً تؤثر سلباً على تداول النفط، وذلك بفعل دخول الذهب كمنافس قوي للنفط في أسواق البورصة المالية العالمية. كذلك يرتبط الدولار الأمريكي بعملية بيع وشراء النفط، ويعد من العوامل المؤثرة في تداول النفط بأسواق فوركس المالية. في الختام أشكر لكم حسن المتابعة، أستودعكم الله.